السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتحمل الفيديو من على اليوتيوب وترفعه وتقول مثلا ان هو ده تم في السعودية، تم في مصر، رغم ان هو ممكن يكون معمول في رومانيا من 5 6 سنين. فمنظمة العفو الدولية عملت حاجة في الموقع اسمه يوتيوب داتا فيور، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو. مجرد تحط الرابط بتاع اليوتيوب هو يبدأ يجيب لك معلومات تفصيلية عن الفيديو ده. خلينا نخش كده على اليوتيوب ونشوف اي معلومة، اي فيديو كده عشوائي. تمام، خلينا نشوف مثلا حاجات هو مظبوط على مصر، فاحنا هنشوف اي فيديو. وليكن مثلا خلينا نجيب مثلا حاجة زو. وليكن مثلا الفيديو دوت اهو، بيبدأ بقى يجيب لك كل المعلومات اللي موجودة عنده، يجيب لك بعض الصور الصغيرة من قلبيه. تمام، يجيب لك اخر اول ابديت حصل امتى. تمام، يجيب لك معلومات تفصيلية عنه بحيث ان انت تتأكد هل هو الفيديو ده فعلا المقصود بالكلام دوت، ولا في فيديو تاني من 5 6 سنين وحد قاعد رافعه. تمام، يعني ساعات ابسط حاجة مثلا تكون في صوروا حادثة قديمة، حاجة الرياح وقعت برج، ففي برج وقع في نفس اللحظة اليومين دول، فهو بيروح واخد الفيديو القديم ويكتب عليه معلومات حديثة ويروح قايل بحيث ان ناس كتيرة تتفرج عليه. تمام، او لقطة من ماتش مثلا بيروح مغير التاريخ ويقول ان الحاجة دي حصلت حديثا او بتاعت النهاردة، فناس كتير تدخل تتفرج على الفيديو، وقليل الاول يكتشف ان الحاجة دي قديمة من كذا سنة.